عقد سعادة السيد خالد حمدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اجتماعا مع معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية. واستعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية دور المجلس في استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وجهود المجلس في تنويع القاعدة الاقتصادية والسبل الكفيلة لتعزيز الاستثمارات في البحرين. وقد أكد حمدان على أهمية تعزيز جهود التعاون الاستثماري الثنائي بين السعودية والبحرين، وتناولت المباحثات تنمية التعاون في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وما أولته خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين للمشاريع الحيوية من أهمية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.